اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى إن شاء الله تكون كلكم في أحسن حال. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله باش نحضروا مع بعضنا وصفة بنينة برشا، سهلة مهلة، من وصفة الزمن الجميل تذكرنا في صغرنا أميتنا الكل كانوا يحضروها. وصفتنا لليوم هي الجاتو اللي نطيبوه في طبق الفور العادي. مانيش باش نستعملوا الميزان في الوصفة ذي، باش نقيسوا كل شيء بالصحفة. الجاتو يجي بنين برشا وخفيف بقدرة ربي تجربوه وترحموا لي على والدي. هذايا هو الشكل متاعو، قد ما قلكم بنين ما نجمش نوصف لكم. الوصفة هذه من وصفة أمي ربي فضلها، حبيت نشاركها معكم للإفادة إن شاء الله حتى أنتم تجربوها وتنجحوا فيها. إذا كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل اكتبوا لي في التعليق نجاوبكم. وتوا نتعداو باش نشوفوا مع بعضنا المكونات وطريقة التحضير. وتوا باش نبداو بسم الله. لهنا اول حاجه باش نبداو بها باش نحضروا الطبق اللي باش نطيبوا فيه. خذيت الطبق العادي بتاع الفور، هذايا متوفر عند الناس الكل. صبيت فيه شويه زيت نباتي، استعملوا نوعيه باهيه، ندهنوهم مليح بالزيت، القاع ولا جناب الكل ندهنوهم بالزيت. الطبق هذايا اللي استعملته طبق مربع، الكبر نتاعو 30 سنتيمتر على 30 سنتيمتر. كما ندهنه بالزيت باش نحط فيه شويه فرينه تقريبا 2 ملاعق، وباش نغلفوه الكل بالفرينه القاع ولا جناب، او كنحاول نعدي عليه الفارينة. من بعدك الكمية الزايدة باش ننفذوها. وهذه هو الطبق متاعنا حاضر. في نفس الوقت الفور حطيته يسخن على 180 درجة، النار تشعل من فوق ومن اللوطة. نخليه توك الطبق على جنب ونتعداو باش نبداو نحضروا الجاتو متاعنا. اخذيت لهنا توا صحفة باش نخلطوا فيها الجاتو متاعنا. باش نفسر لكم كيفاش باش نقيسوا المقادير. عندي لهنا اول حاجة 5 بيضات يكونوا بحرارة المطبخ، فقستهم في صحفة. حد وين وصل لنا البيض في الصحفة باش نقيسوا به بقية المكونات الكل. إذا كان عندكم بيض من الحجم الكبير استعملوا 4 بيضات يكفي. نفس الكيلة خذيتها سكر، ونفس الكيلة باش نستعملوها زيت نباتي، وباش نكيلوا زادة بنفس الكيلة من الفارينة. باش نستعملوا أكثر من كيلة في الفارينة، لكن ديما تخدموا على نفس الحد متاع البيض. إذا كان عندكم طبق أكبر من اللي عندي أنا الطبق اللي استعملته 30 على 30، نفرض أنتم عندكم طبق 35 على 30 وإلا 30 على 40، باش تزيدوا بيضة ولا اثنين، ومن بعدك البيضة ذيك باش تقيسوا عليه بقية المكونات كما وريتكم توا. نحطوا توا كمية البيض في الصحفة، باش نضيفوا عليها كيلة السكر، باش نحط ذرة من روح الفانيليا. تنجموا تعوضوا بالسكر فاني ولا فانيليا سائلة اللي يتوفر عندكم. نكملوا بذرة صغيرة من الملح، وباش ناخذوا الركاض اليدوي باش نركضوا الخليط متاعنا تقريبا دقيقتين. نذوبوا السكر في البيض يولي الخليط متاعنا لونه أبيض، ونرجعوا من بعد باش نكملوا بقية المراحل. كملنا ركضنا الخليط متاعنا مدة دقيقتين، نتحصلوا على خليط خفيف لونه أبيض. تاو باش ناخذوا كل كيلة متاع الزيت، باش نصبوا الزيت بشوية بشوية. ردوا بالكم تحطوا الزيت في مرة، ما كانش راهو الجاتو متاعكم من بعد يجي مزيت. نحطوا بشوية بشوية، واحنا نخدموا بالباتور حتى لين نكملوا الكمية الكل. حاولوا تفرجوا في الفيديو من الأول حتى للآخر باش ما تضيعوا حتى نصيحة. هذه الطريقة اللي تعلمت على أمي، قاعدة نوري فيكم في نفس الطريقة، ما بدلت فيها شيء، باش تحصلوا على جاتو خفيف وبنين. واضحه توا العمليه. نكمل نصبك الزيت بشويه بشويه، وين نخلط فيه حتى لين نكملوا الكميه الكل. كملنا توا حطينا كمية الزيت الكل، نزيدو نركضو الخليط متاعنا تقريبا نصف دقيقة 30 ثانية، ونتعداو من بعد باش نضيفو عليه بقية المكونات. باش نضيف توا ملعقة متاع أكل من الخل، استعملت خل التفاح، انتوما استعملوا أي نوع متاع خل متوفر عندكم. نزيدو نركضو الخليط متاعنا نصف دقيقة أخرى. باش نضيفوا توكيلة من الحليب، نفس القياس متاع البيض. الحليب هذايا لازم يكون سخون يغلي، سخنوه على النار ولا في الميكروواند. هذايا سر من اسرار نجاح الجاتو هذايا، الحليب لازم يكون سخون يغلي. او كوريتكم لهنا البخار متاع الحليب، لازم تسخنوه مليح. باش نصب توا الكميه كامله، وباش نعاودوا نركضوا الخليط متاعنا نصف دقيقه اخرى، ونرجعوا من بعد باش نكملوا بقيه المراحل.
تمنا ركبنا الخليط متاعنا مليح. توا باش نبداو نضيفوا النواشف، عندنا ثلاثة حاجات. أول حاجة هي النشا اللي هو الميزينا وإلا دقيق الذرة، وعندنا الفارينة استعملت نوعية عادية اللي هي دقيق الطحين الأبيض، وباش نضيفوا من بعد الخميرة، الخميرة متاع الحلويات. حطيت نصف كيلة من نشا ما يعادل ثلاثة ملاعق متاع أكل مقاومين. الكيلة اللي قسنا بها البيض خذيت نصفها نشا، غربلنا كمية نشا، ديما تستعملوا صفية ولا غربال، وحطيت كيلة من الفارينة نفس الكيلة اللي قسنا بها البيض. الفارينة باش نضيفوا من بعد زوز كيلات أخرين، لكن نضيفوها بشوية بشوية. نركضوا توا المكونات هذوما، نصف كيلة من شاي معاها كيلة من الفارينة. السرعة متاع الركاض تكون رقم واحد، ما تحطوش سرعة قوية. وقت اللي تشوفوا الخليط الجينس باش نضيفوا كيلة أخرى من الفارينة. باش نعبيو توا الكيلة الثانية من الفارينة، نعبيو الصحفة متاعنا حد القياس وين وصل لنا البيض، ما نحطوش صحفة مقاومة، ما كانش القياسات يتبدلوا والجاتو يجيكم ملبد ورزين. نغربلوا الفارينة، ديما ماذا بيكم تغربلوا الفارينة باش تحصلوا على جاتو خفيف. نركضوا المكونات على سرعة منخفضة تقريبا نصف دقيقة دوب ليش يتجانسوا. لهنا تشوفوا الركاض يمشي بالزربة، على خاطر انا سرعت في المقطع متاع الفيديو، لكن راني حطيته على رقم واحد. باش نزيد نقيس توا نصف كيلة من الفارينة، نخلط ونشوف. الفارينة تفرق من مرة لمرة، لكن في الإجمال راني استعملت 3 كيلات من الفارينة. نغربلوا توا كمية الفارينة، وعندي كيس من خميرة الحلويات فيه 16 جرام. إذا كان عندكم كل أكياس متاع 8 جرام ولا 7 جرام استعملوا منهم 2. حتى الخميرة تغربلوها، نخلطوا المكونات متاعنا ونشوفوا. من بعد لازم الخليط متاعنا ما يكونش ثقيل برشا وما يكونش زادة جاري، بين بين. كملنا ركضنا الخليط متاعنا، توا باش نشوفوا القوام اللي تحصلنا عليه. لهنا كيف حركت الخليط حسيته ناقص شوية، باش نزيد نعبي نصف كيلة من الفارينة ونضيف عليه. يعني في الإجمال استعملت 3 كيلات من الفارينة معاهم نصف كيلة من شاي. ضفت ونصف كيلة من الفارينة، نزيدوا نركضوا الخليط متاعنا على سرعة منخفضة ثواني دوب ليش يتجانس، وهذا هو يكون عنا حاضر. هذايا هو توا الخليط متاع الجاتو حاضر، نتحصلوا عليه بالشكل هذايا. القوام متاعو ما يكونش ثقيل برشا وما يكونش جاري برشا. توا نكتب لكم في اخر الفيديو المقادير اللي استعملتهم باش تجيكم طريقة التحضير سهلة. انا راني في العادة نخدمه بالعين، لكن توا في الفيديو قست لكم بالضبط باش تجيكم طريقة التحضير سهلة. ناخذوا توا الطبق اللي باش نطيبوا فيه، سبق ودهنناه بالزيت ورشيناه بالفارينة. نفرغوا الخليط متاعنا نوزعوه فيه بالتساوي باش ندخلوه في فور سخون من قبل. قبل ما تبداو تحضروا الجاتو متاعكم حطوا الفور يسخن على 180 درجة باش ندخلوا الطبق متاعنا في الوسط، نار تشعل من فوق ومن لوطة على 180 درجة مدة درجين. من بعد تطيحوا الفور شوية 170 درجة وخليوه حتى لين يحمار. وقت اللي تدخلوا فيه كردون يخرج شايح وياخذك اللون الذهبي تعرفوا اللي هو أحضر. الجاتو هذايا ينجح في أي نوع متاع فور سواء إلكتريك ولا بالغاز. هذه هو توا الجاتو متاعنا طاب وحضر، خذالي 45 دقيقة في عملية الطهي. انتم على حسب نوعية الفرن اللي باش تطيبوا فيها، الوقت متاع الطهي نجم يزيد ولا ينقص، عينكم ميزانكم، كيف تلقاوها خذاك اللون الذهبي المزيان، وتدخلوا فيه كيغدون يخرج شايح تعرفوا اللي هو حضر. تنجموا تكتفيوا بيه بالشكل هذايا، خليوه يبرد 100% من بعد تقطعوه، وإلا تنجموا تدهنوا له الوجه متاعو بأي نوع متاع مربى كيما باش نعمل أنا توا. خذيت شوية من مربى المشماش، حليتهم في شوية ماء. دهنت بيهم الوجه متاع الجاتو، من بعد باش ناخذ كيغدون باش نثقبه الكل باش يتشرب مليح، وباش نرش عليه شويه من جوز الهند. تنجموا تستعملوا اي نوع متاع مكسرات، لوز، فستق، جوز، على حسب الرغبه متاعكم وعلى حسب اللي متوفر عندكم. كيما شفتوا الوصفه سهله مهله ما فيها شيء، وقد ما نقول لكم بنينه ما نجمش نوصف لكم. خليوه يبرد 100% قبل ما تقطعوه. رجعنا توا لك الجاتو متاعنا بعد ما برد في راحتو، توا باش نقطعو 16 قطعة متساويين. تنجمو تعملو قطاع كبار ولا صغار، كيما شفتو الوصفة ساهلة ماهلة، ما شاء الله تعطينا كمية كبيرة، وصفة اقتصادية، بنينة برشا، تذوب في الفم. باش نحيلكم منو قطعة توا باش تشوفو الشكل متاعو من داخل كيفاش يكون، قد ما نقولكم بنين ما نجمش نوصفلكم، إن شاء الله تجربوه وتحكموا عليه وحدكم. من وصفات الزمن الجميل، من أسهل ما تحضرو ومن أبن ما تاكلو. إن شاء الله الفيديو كان واضح، فسرتلكم مليح. توا نخلي لكم المقادير في آخر الفيديو باش تجيكم الطريقة سهلة. نتقابلو إن شاء الله في وصفات أخرين. وآخر حاجة نقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. إن شاء الله ربي يدوم علينا وعليكم النعمة، ونقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.